في النهاية لا يصح إلا الصحيح، والمشهد اللي حضراتكم شفتوه مش وليد اللحظة، ده نتاج فكر ومجهود وتخطيط، وقبل ده كله رؤية اتحطت عشان يكون النادي الأهلي في مكانة تليق باسمه وبتاريخه، وتليق أيضا بجماهيريته وشعبيته الجارفة اللي بالتأكيد النهاردة بقت لا تضاهى في كل مكان في مصر. النهاردة في أهلوية، في كل جيل بيتولد القاعدة أو الأغلبية الكاسحة منه بيكونوا أهلوية، وأعتقد أنه الإضافة الجديدة اللي هتضاف أو هيتم افتتاحها رسميا في يوم 1 يونيو، يوم الخميس اللي جاي، مقر الأهلي الجديد، فرع الأهلي الجديد في التجمع، هيكون الحقيقة بوابة للحقيقة الآلاف من الموجودين في طبعا التوسعات العمرانيه الجديده، القاهره الجديده، العاصمه الجديده، مناطق التجمع ومدينه نصر ومصر الجديده مش بعيد، هيكونوا طبعا ليهم مكان في النادي الاهلي. مبروك على كل اهلاويه، ومبروك على مجلس الاداره، ومبروك على كل اعضاء النادي الاهلي، ومبروك لضيفي النجم الكبير النهارده في السادسه الكابتن ماهر همام، ضيفنا اللي بيشرفنا وينورنا وبنسعد بيه دايما. مساء الخير يا كابتن حبيبي. يا احمد مساء النور، مبروك، الف مبروك. ألف مش عارف اقول لك مبروك على ايه ولا ايه، بس خليني اقول لك مبروك طبعا على الفرع الجديد اللي هيتم افتتاحه خلال ايام، وانا عارف انك انت زرت الفرع واتفرجت عليه، واللي شاف على الحقيقه طبعا غير اللي شاف صور ولقطات سريعه كده، يعني بس انا متاكد بصراحه بسمع يعني عنه كلام كبير يعني. يعني احنا مش عارفين نبدا منين الحكايه والله احمد، منين ولا منين ولا منين، من يعني الحاجات الجميله اللي بيعملها مجلس الاداره ولا النجاحات الرياضيه. انت عمرك كله في الاهلي يا كابتن ماهر، وشفت القصه من بدايتها لغايه الصوره اللي احنا وصلنا النهارده، سواء النجاح على المستوى الرياضي او على مستوى التطوير والبنيه التحتيه والانشاءات، اعتقد انه في نقله وطفره كبيره جدا حصلت في النادي الاهلي. واحنا سعداء يا احمد طبعا ان جيلنا احنا بالذات واحد مننا اللي بيعمل الانجازات دي، يعني جيل السبعينات اللي هو الجيل اللي يعني حط الطوبه الاولانيه في تاريخ النادي الاهلي، وبعدين طبعا القائد بتاعنا الكابتن محمود الخطيب اللي هو بيعتبر رمز لينا كلنا، ان هو الحمد لله رب العالمين طموحه بلا حدود. وعايز اقول لك ان احنا اخر قعده كنا في التجمع، كل بقى طبعا القدامى قدامى النادي الاهلي بتاريخهم كنا موجودين معاه، عايز اقول لك ان كانت قعده جميله جدا جدا، وكان فيها شفافيه بشكل كبير، وهو قال عايزين كمان ما نبعدش مع الاجيال دي، عايزين نتواصل مع الاجيال دي، الاجيال دي مهمه جدا ان احنا ننقل لها خبراتنا. وبعدين نتكلم كمان على ان الحلم الكبير بقى لينا كلنا استاد النادي الاهلي، الحلم اللي بنحلم بيه، وهو طبعا اول واحد بيحلم بالحلم ده، الفرع الجديد بتاع التجمع. عايز اقول لك ان يا احمد كل حاجه اتعملت فيه بنظام، يعني عايز اقول لك المشاكل اللي كانت مثلا في الشيخ زايد، في الجزيره، في مدينه نصر، لا ده بقى يعني تخطيطه وصل خلاصه التجربه بقى يعني بصراحه، يعني طبعا وصل الهيئه الهندسيه بحييها طبعا من خلال برنامج حضرتك، وطبعا والجروب الجميل مجلس اداره والفنيين وكل المسؤولين عن انا اتقالي مصطلح يا كابتن ماهر انه ده جيل جديد من الانديه، انت عارف لما بتسمع عن مدن الجيل الرابع بالظبط، مدن متطوره مختلفه شويه بيتم فيها رؤيه كل المشاكل اللي حصلت على مدار السنين او مشاكل تراكمت على مدار السنين، وتيجي تعمل مدينه جديده، فبتعمل مدينه باصص فيها على مستقبل 50 سنة. فاتقال لي قبل كده لفظ فكره ده الجيل الجديد من الانديه، دي حقيقي والله يا احمد. انت لما تخش بقى النادي وتبدا تتابع كده فروعه، وتبدا تشوف الكوره لوحدها، التنس لوحده، الباركين، الاعداد، يعني ما سابوش حاجه الا في خدمه العضو، العضو داخل سايب نفسه. ما هو خد بالك برضو يعني اي حد النهارده يعني باسم الاهلي وحده يكفي، يعني ناس حتى من قبل ما تشوف او تتفرج وتعاين شكل النادي عامله ازاي، هي واثقه تماما جدا انه يعني انا رايح النادي الاهلي بالظبط، مصنع ابطال وتاريخ وبطولات، وبالتالي يعني وده اللي احنا بنقوله براند الاهلي لوحده يكفي. الناس يا جماعه انتوا رايحين النادي الاهلي يكفي اسم النادي الاهلي، انك انت عضو عامل في النادي الاهلي، محترم طبعا الانديه الاخرى بس الاخرى يعني طبعًا. على راسنا من فوق، وكلهم يعني حاجات جميله، لكن النادي الاهلي بقى حاجه كبيره جدا، مش في مصر بس او العالم العربي او العالم الافريقي، كمان في العالم الاوروبي، فكلمه النادي الاهلي بقى قيمه يعني ليها كيان كبير جدا يا احمد، نتيجه الحب بقى، الحب اللي احنا شايفينه من كل المنظومه اللي موجوده في النادي الاهلي، والحب ده هو اللي بيطلعنا للتاجر. لو مش موجود حاله الحب والانتماء دي وتفضيل الاسم عن اي اسم، بالزبط. يعني اسم النادي الاهلي على اي اسم او على اي مسؤول كان في موقعه،
ما كنتش هتوصل للمستوى ده من نجاح كابتن ماهر. يعني الناس كلها اللي اشتغلت اجيال ورا اجيال. انا طبعا يعني شفت مجلس كابتن صالح سليم، شفت مجلس كابتن حسن حمدي، شفت مجلس مهندس محمود طاهر، وعشت بتفاصيله مجلس كابتن محمود الخطيب. لا في 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 حب جارف لاسم وشعار نادي الاهلي جدا، وبينسوا نفسهم، والمهم ان الكيان ده يكبر بالظبط كده، والكيان ده يتفوق، الكيان ده يبقى ورغم في اوقات كتير، وانا هتكلم بمنتهى الصراحه، رغم انه في اوقات كتير جدا ممكن يكون في خلاف وجهات النظر، وممكن يبقى في منافسه شديده جدا، لكن بمجرد ما بتنتهي المنافسه دي كل حاجه بتتنسي، وبيبقى الاهلي يعني هدف الكل، سواء كنت في موقع مسؤوليه جوه النادي او كنت خارج المشهد، انت هدفك انك انت تخدم اسم النادي الاهلي، وتفرح لما اسم النادي الاهلي يكبر وياخد خطوات لقدام. وهو ده اللي منجحنا احمد، الشغل الجماعي بصراحه مش الشغل الفردي. ايوه، يا طول عمرنا ان القرار جماعي، ممكن يبقى فيه اختلاف في وجهه النظر لكن في الاول والاخر بيطلع قرار جماعي بيخدم المنظومه وبيساند المنظومه وبينجح المنظومه. عشان كده الكابتن كمان بيفكر في حتة، هو بيفكر في 50,000 عضو بالنسبة للتجمع. أيوة. عشان نقدر نجيب 6 مليار نبني بيها الاستاد الجديد. أيوة. يعني حتى كمان بيفكر في المستقبل. ما هو اكيد في رؤيه من الاول طبعا، يعني انت ما بتعملش حاجه جميلة. وتستنى نتيجتها لا. وبعدين لازم حاجة يكون في جميلة رؤيه. يعني هو ما شاء الله الاستاد ده بقى حلم الاهلاويه كله، مش بس الجمعيه العموميه جدا، وربنا ادينا يعني. طول العمر بقى احنا وانت وكل طبعا حبايبنا واجيالنا، ان احنا نشوف الحلم اللي احنا بنحلم بيه طول عمرنا هو استاد النادي الاهلي.